الله معنا في برنامج بيتك. أهلا وسهلا فيك أخوي، ومشكورين على الاستضافة، ومرحبا فيكم في عيادتي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور، ومرحبا فيك ويانا ببرنامج بيتك. أهلا وسهلا أختي. دكتور، ليش تنتشر في هذه الفترة شكوى بالنسبة لموضوع آلام الظهر، خاصة أن هذا الأمر نشوفه عند الشباب، يعني مو بس كبار السن؟ قبل عادة نسمع كبار السن هم اللي يشتكون من هذا الموضوع، هل هي عادة سلوكية أم في دور آخر لهذه الآلام؟ لا، في كذا أمر يلعب دور في هذه الشكوى. احنا مثل ما حضرتك تفضلتي في السابق، كانت المتعارف عليه كبار السن هم اللي يشتكون من آلام الظهر أو آلام الرقبة بصورة عامة، لكن لاحظنا في السنوات الأخيرة تغير الحياة ونمط الحياة اليومية، دخول التكنولوجيا علينا، ونلاحظ أن حتى الأطفال في السنوات الأخيرة اللي بعشر سنين 15 سنة نشوفهم ماسكين، الكل ماسك آيبود، آيباد، لابتوب، وتلاقي كله حاط رقبته في انحناء إلى الأمام، بالإضافة إلى الجلسات المكاتب. جزء كبير من المجتمع وبالذات المجتمع الكويتي كله شغلهم أو حياتهم اليومية تحتوي على جلسات المكاتب بصورة طويلة أو مدة طويلة، فهذا كله يلعب دور في مشاكل آلام الظهر. طيب بالنسبة للأطفال دكتور، عفوا المقاطعة، بالنسبة للأطفال يعني قاعدين هم بعض التعليقات والأسئلة على التويتر، الأطفال هل طريقة الدراسة، في بعض الأطفال يقعدون يدرسون على الأرض، حتى الأطفال الصغار قاعد يشتكون من آلام الظهر؟ طبعا الشيء طبيعي أن حتى الدراسة، حتى الجلسة اليومية لازم تكون بطريقة صحيحة. المكتب، الطاولة اللي يتم الدراسة عليها لازم تكون على ارتفاع معين، ارتفاع طبيعي، حتى لا يحتاج الطفل أنه ينحني على الطاولة أو أن تكون الطاولة مرتفعة بصورة كبيرة، هذا كله يؤدي على مشاكل في الرقبة. نفس الشيء إذا كانت الطاولة وايد واطية ينحني الطفل إلى الأمام، تسبب مشاكل مع المدى البعيد في أسفل الظهر. يمكن دكتور الحقيبة المدرسية تحدثوا عنها كثير، يعني كانوا يقولون مثلا أن لها يعني سبب رئيسي في آلام الظهر بالنسبة حق الأطفال، هل بالفعل يعني فعلا هالحقيبة اللي خلال ساعة أو ساعتين يشيلها الطفل اللي تأثر عليه؟ نعم، تثبت أو أثبتت الدراسات أن الحقيبة المدرسية تلعب دور كبير، خصوصا الحقيبة اللي تنشال على جهة واحدة من الكتف. نعم. هذه كلها تسبب عدم توازن وضعف في جهة معينة من العضلات وانحناء وانعوجاج في العمود الفقري، بالمقارنة مع الحقيبة المدرسية اللي تحمل عن طريق الكتفين أو اللي تسحب مثل اللي نستخدمه واللي نشوفه في المطارات. نعم. فعشان كذي احنا ننصح الآباء والأمهات، مع أن في بعض الأطفال في حرج لهم بالذات البنات أن يسحبون الحقيبة المدرسية اللي مثل اللي موجودة في المطارات أو في السفر، لكن احنا ننصحهم استخدامها بدل الحقيبة اللي تحمل على كتف واحد. والله يا دكتور، حتى احنا الحين نساء في هذه الفترة مع كثرة الأغراض اللي بالجنطة، حقيبة اليد لما نحطها على الشتف قاعد نحس بآلام مو طبيعية، يعني الجنطة ثقيلة صارت علينا. أنا هم ألوم فيها بعض المدارس، يعني مو بس المدارس، أنا أتكلم عن نساء الجناط العادية اللي قاعد نطلع فيها، ما شاء الله زاد حجمها، الحجم كبير ومتروسة أغراض وثقيلة. بالضبط، يعني هذا أنصحكم فيها، لكن الأطفال أكثر شيء هم تعرفين هم جيل المستقبل، إذا بدوا في مشاكل بالظهر وهم سن صغيرة، فما بالك إذا كبروا وصلوا إلى السنوات المتقدمة، فمعناتها المشاكل راح تزيد وراح تكبر. لا ننسى أن في جانب وراثي، يعني إحنا قاعد نتكلم عن حقيبة المدرسية، نتكلم عن الحياة ونمط الحياة اليومية، ما نتجاهل العامل الوراثي. في جزء يتحمل الجانب الوراثي تقريبا 25% من مشاكل العمود الفقري وبالذات أسفل الظهر يعود إلى الجانب. الاكتشاف المبكر لآلام الظهر دكتور لها علاقة في الشفاء؟ طبعا كل ما اكتشف أو كل ما كان في وعي بالنسبة للمريض والمجتمع أدى إلى اكتشاف مبكر لمشاكل الظهر، أدى إلى تجنب العواقب وتجنب اشتداد المشكلة وأنها تتفاقم وتوصل إلى مرحلة أن ما يكون في أي حل سواء كان تحفظي أو جراحي. احنا نشوف حالات تكون واصلة إلى درجة جدا متقدمة حتى الحل الجراحي لا ينفع فيها. ما ينفع حتى الحل الجراحي يا دكتور، ما منه فايدة؟ بالضبط، لأن كل ما كبرت المشكلة، في بعض المرضى يجون
ونشوفهم في عندهم مشكلة في الظهر، في ديسك واحد، ديسكين، ثلاث ديسكات. لكن لما يجينا مريض عنده معظم فقرات الظهر، وإحنا نعرف أن فقرات الظهر 32 فقرة، إذا كانت 5 أو 10 فقرات كلها تعبانة وكل هالفقرات هي مسبب المشكلة، ما يكون في جزء معين هو سبب المشكلة الرئيسي. عفوا دكتور المقاطعة، بس خلينا نوقف عن موضوع الديسكات. يعني هل معنى كلامك أن أي ألم بالظهر يكون مرتبط بموضوع الديسك؟ لأن وايد ناس قاعد يربطون النقطتين هذه مع بعض. حلو سؤالك. المتعرف عليه بالكويت أو في الحياة اليومية إذا فلان عنده ديسك أو فلانة قالوا عندها ديسك، معناتها أن في عندها ألم في الظهر ونازل إلى الريل. لكن هذا المسمى وهذا المتعارف عليه غلط. احنا كلنا عندنا ديسكات، كل انسان عنده بين كل فقره وفقره ديسك. لما نقول احنا باللغه العلميه ان فلان عنده ديسك، معناته انه في ديسك طالع من مكانه بارز، في نتوء ضاغط على العصب، هذا اللي نقصد فيه الديسك. لكن ممكن يكون ما في نتوء، ما في ضغط على العصب، لكن في مشكله، في خشونه في الديسك، هي الخشونه بين الفقرات، هذه تسبب الى الام في الظهر. ممكن الألام هذه تكون ألام مزمنة، يكون ديسك واحد، ممكن كذا ديسك هو اللي متسبب في مشكلة المريض. ممكن هالخشونة ممكن تتطور إلى نتوء يطلع من مكان الديسك يضغط على الأعصاب، فالمريض بدل ما يكون عنده مشكلة أصبحت مشكلتين، ألم في الظهر وألم في الأطراف السفلية. نعم دكتور. نعم. كون يعني سعد أنا والدي رياضي ولاحظ أهم كثير من الرياضيين زملاء. نعم. ليش كل الرياضيين أو أغلبهم عندهم مشكلة الديسك عقب ما يتوقفون طبعاً عن الرياضة؟ عقب ما يتوقفون عن الرياضة؟ أي خلاص، كانوا رياضيين و24 ساعة ممارسة للرياضة وفجأة انقطعوا. انقطعوا لأنهم بالضبط وقفوا من ممارسة الرياضة وممارسة بالذات التمارين اللي تقوي عضلات أسفل الظهر. أو دائما إذا سوينا تمارين تقوي عضلات أسفل الظهر في الغالب يكون معها تمارين لتقوية البطن. إضافة إن لما الرياضي يقطع من الرياضة في العموم، أنا ما أعمم بس، لكن مجمل معظم الغالبية يزيد صح وزنهم. صحيح. يزيد الوزن، يزيد الوزن، ينقطع عن الرياضة، تضعف عضلات أسفل الظهر، وفي بعضهم يكون أساسا عنده قابلية. من الشغلات اللي تزيد قابلية المريض لآلام أسفل الظهر، أولا يكون الوزن، رقم 2 التدخين. للأسف نشوف رياضيين صح كثر صحيح التدخين عندهم عادة متعودين عليها، فهذا شيء للأسف يزيد من مشاكلهم بعد ما يقطعون من الرياضة. على فكرة دكتور، شنو أدواتكم للتشخيص لتحديد نوع الألم الظهر دكتور حاليا؟ من أهم أدوات التشخيص هي التاريخ المرضي. طبعا أي مريضيين ونشوفها بالعيادة أو في المستشفى ناخذ منه بعض المعلومات اللي نستشف عن طريقها إلى وين مكان المشكلة. طبعا هذا نكمله بالفحص الكلينيكي، وبعد الفحص الكلينيكي نتجه إلى العلاج التشخيصي أو التشخيص الإشعاعي أو الأشعة، بدءا من الأشعة العادية، الأشعة السينية، في عندنا الأشعة المقطعية والأشعة المغناطيسية. الأشعة المغناطيسية هي الأغلب الفحوصات اللي نستخدمها في جراحات أو في مشاكل العمود الفقري لتشخيص حالة المريض النهائية. مع العلم نحن ممكن نوصل إلى تقريبا 70-80% من التشخيص الكامل بغير أشعة الرنين، لكن ساعات نحتاج لعمل أشعة الرنين. على أي أساس تحددون نوع الأشعة دكتور؟ أي أساس؟ على شكوى المريض. لما يجيني المريض عنده آلام في الظهر بس، وتكون المتعارف أو الواضح منه أنها آلام نتيجة شد في العضلات، هذا ما يحتاج أسوي له أشعة مقطعية ولا أشعة مغناطيسية. يعني العمر ما له دور؟ لما يجيني مريض العمر مو ضروري، لا. يعني احنا قاعد نشوف يعني مرضى في سن 18 و20 سنة عندهم مشاكل، ونتائج الأشعات تفوق سن أو المريض اللي عمره 60 ولا 70 ولا 80 سنة، والعكس صحيح. يجونا مرضى في الأعمار 60 و70 وتشوفين أشعاتهم، أشعاتهم تقريبا طبيعية، فهذا كله يلعب دور. طبعا اللي يلعب دور أكبر هو شكوى المريض. إذا كان يشتكي من آلام أسفل الظهر تنتقل إلى الأطراف السفلية، الشك الأكبر يكون في وجود ضغط على العصب وفي الغالب ديسك. هذا لازم نتم الفحوصات بعمل أشعة مغناطيسية. دكتور شرايك يعني أغلب اللي فيهم ديسك يروحون حق الطب الشعبي،
يعني وايد يقولوا روح حق فلان مثلا، يعني خاصه موضوع الديسك يقول له ما يفيدك مثل الطب الحديث، روح الطب الشعبي او مساج. هل بينصح يعني مثل هذه الامور المساج؟ قاعد تمر عليكم حالات يعني اتي مضاعفه فيها ماساه اكثر من الحل؟ والله مثل حضرتك تفضلت، نعم نشوف في حالات تكون تشخصت منا احنا كدكاتره كجراحين ان في مريض عنده ديسك. المريض كون ان العمليات العمود الفقري فيها خوف، فيها يعني المجتمع الكويتي ما زال حديث على هالنوعيه من الجراحات، صح كله في خوف، يقول ليش اسوي عمليه، ليش اخذ ابره؟ دائما يقول خلني اروح على الطب الشعبي لفلان او فلان او فلان. وقاعدين نشوف مضاعفات يعني لا تحمد عقباها. في مرضى عندهم ديسك بسيط راحوا ورجعوا لنا بديسك اكبر وتقريبا شلل في الاطراف السفليه. في مرضى يروحون وفي شغلات يحطونها على الظهر مثل كريمات او العشبه او 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 ما شابه او اللزقات، صح قاعدين نشوف حروق من الدرجه الاولى، حروق من الدرجه الثانيه في هذول المرضى. فهذه كلها شغلات يعني احنا نحاول ننصح المرضى، بس بالنهايه احنا ما نقدر نمنع المرضى. في ناس ما يؤمنون. والعلاج الطبيعي والتدليك دكتور الطب الحديث تنصح فيه؟ لا العلاج انا مو انصح فيه ولا ما انصح فيه. العلاج الطبيعي والتدليك له دور بس مو في كل الحالات. في بعض الحالات، واحنا حالات الديسك بصوره عامه ترى 60-70% من مرضى الديسك ما يحتاجون تدخل جراحي. يعني ممكن يطيبون ويتحسنون على العلاج التحفظي. العلاج التحفظي بدءا من الادويه، المسكنات، الراحه، العلاج الطبيعي والتدليك، هذه كلها امور تساعد على تخفيف مشاكل المريض. والرياضه في البعض ينصح دور بس مو كل الحالات. في البعض ينصح بالرياضه وخاصه السباحه، ايش رايك؟ انا اتفق معك، الرياضه من افضل او السباحه من افضل الرياضات لسبب بسيط، لانها تحرك عضلات الجسم كله. فبدل ما يكون تركيز على جهه معينه، مفصل معين، طرف معين، الجسم كله يتحرك بصوره متناغمه، كل هذا يساعد على ان المريض تخف اعراضه ويشفى بصوره عامه. نعم. دكتور في بعضهم يعتقد ان الابره ارحم من العمليه، يعني هل المقوله هذه صحيحه؟ يعني ان ما في تدخل جراحي ابره وبس؟ الابره ما ننكر دورها في بعض الحالات، لكن ما نقدر يعني نتناسى ان الابره هذه ممكن تسبب لها مشاكل لا تحمد عقباها. صحيح. اعطيك مثال. فضل. هذا مجسم للفقرات اسفل الظهر، الفقرات القطنيه، فقره وفقره، واللي بينهم هذا هو الديسك. معظم الابر اللي ياخذها المريض هي ابر المسكنات او ابر الكورتيزون المتعارف عليه. ابره الكورتيزون هي ما تنحقن في العصب نفسه، لكن تكون قريبه من العصب. لها كذا طريقة، يا من الخلف بصورة مباشرة أو عن طريق الجانب. هذه كلها أمور ممكن تكون بسيطة جدا إذا كان الدكتور الجراح أو أخصائي الأشعة عنده دراية وفي عنده خبرة بعمل هالنوعية هذه من الإبر. لكن ممكن اللي ما يكون عنده دراية وما عنده الخبرة، الإبرة هذه اللي المريض مستهين فيها تؤدي إلى مشاكل كبيرة، وأحد هذه المشاكل هو الشلل. صح. في حين العمليات اللي احنا نعملها وإحنا شايفين كل شيء، يعني سواء كانت عمليات بالطريقة القديمة هي الفتحة، الفتحات اللي تتراوح من 5-10 سنتي، أو في السنوات الأخيرة بدأنا نعمل عمليات الديسك بالذات عن طريق المنظار أو الميكروسكوب. الفتحات لا تتعدى 1 سنتي إلى 2 سنتيمتر، بحيث إن إحنا شايفين كل شيء، نشوف الديسك اللي هو هذا، نشوف العصب، كله تحت النظر، كله واضح، كله شايف. فإصابة العصب، إصابة الديسك، إصابة العظم، هذه تنزل إلى تقريبا أقل حتى من 1%. في حين إذا المريض اتجه إلى الإبرة، لا ترتفع هذه المخاطر إلى أكثر من 5% إلى 10%، وخصوصا مع الغير متدرب أو اللي ما عنده خبرة. صحيح. عسى الله يحفظ الجميع يا رب. إن شاء الله أتمنى لهم الصحة والعافية يا دكتور. شكرا دكتور عبد العزيز، الله يعطيك العافية على المداخلة الهاتفية من مستشفى السلام. شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة. شكرا. نورتنا.